بسم الله الرحمن الرحيم، أبناء الطلبة، بنات الطالبات، أبناء الصف الثامن. النهاردة هنكمل شرح الدروس يا أولاد للوحدة الأولى. هنكمل مع بعض. المفروض يا أولاد لسون نمبر 7 في الكتاب الجديد، عشان تبقوا أنتم مركزين معايا. الدرس دوت ده أو البي دي إف دوت الكتاب القديم. الكتاب الجديد الليسون نمبر 7 دوت اللي هو البراكتس أند بريبيل ده محذوف، تمام؟ ده مش موجود. الليسون نمبر 7 اللي بعد كده عندك في الكتاب الجديد هيكون اللي هو ذا انفينيتيف، تمام؟ يعني دوت في النسخه القديمه ليسون نمبر 8، لكن في النسخه الحديثه ليسون نمبر 7. متفقين؟ علشان بس ايه الاولاد ما يبقاش في اختلاف او في لخبطه معاك. طيب النهارده ليسون نمبر 8 بيتكلم عن ذا انفينيتيف اللي هو المصدر. الفيربات بتاعتنا الفيرب بدون اي اضافه يا اولاد. بمعنى امتى انا بختار الفيرب بتاعي بدون، احنا عارفين طبعا ايه هي الاضافات، يا اما بكون بلس اي ان جي لما بحط اضافه اللي هي اي ان جي، طبعا دي في حالات معينه، طبعا في البريزنت كونتينوس اللي هو المضارع المستمر، وكمان لما يكون عندي فيرب زي لايك زي لاف خدناها السنه الماضيه هنشرحها باستفاضه كمان المره دي. بيجي الفيرب بعده الفيرب الثاني بيكون بلس اي ان جي. طيب امتى بقى لما يكون احط الفيرب بتاعي في الانفينيتيف؟ طيب الانفينيتيف بمعنى بدون اي اضافات، ولا اي ان جي ولا اس ولا اي اس ولا اي جي ولا اي اضافه، بيكون بعد الفيرب. امتى في هذه الحاله احنا بنعملها امتى يا اولاد؟ عندي افعال معينه، خليكم معايا كده لو سمحتم. خليني ايوه using of English verbs followed by the infinitive with to. لما تكون الفيرب بتاعي بيتبعه حرف الجر بتاعي to، ايه اللي بيحصل؟ لما بلاقي عندي طول يا اولاد في الجمله فورا في الاميزنج في الاختبار بختار الفيرب في الانفينيتيف بدون اي اضافات. يعني هو ممكن يجيب لك الجمله مثلا ويقول لك they want to ويشيل لك كلمه learn دي خالص من الجمله، او يديها لك اختيارات يقول لك learn learning learned. طبعا انت تاخد في الانفينيتيف ليه؟ لان عندي هنا to، اول ما اشوف حرف الجر تو على طول باخد الفيرب بتاعي يا ولاد فين؟ في المصدر، تمام؟ ايه كمان عندي؟ الافعال الناقصه. الافعال الناقصه المودل فيربس زي ايه؟ عندي زي ماست بمعنى يجب، عندي زي ويل في الفيوتشر، عندي زي مايت may could can. الافعال الناقصه دي اول ما بشوفها كمان عندي في الجمله فورا بختار الفيرب. الفيرب بتاعي بيكون في المصدر، بيكون في ايه يا اولاد؟ في المصدر. طيب نكتب مع بعض الكلمات دي او الوردز دي بحيث اللي حابب يسجلها معايا، تمام؟ عندي ثواني يا ولاد. عندي حرف الجر تو، خلاص احنا متفقين. want to learn to، المهم حرف الجر بتاعي like to. عندي تو في حد ذاتها دي يا ولاد بختار بعدها مباشرة الفيرب في الانفينيتيف، تمام؟ تمام يا تيتشر. ايه تاني؟ قلنا عندك المودل فيربس زي ايه؟ زي will بمعنى سوف في الفيوتشر، زي ايه كمان؟ عندك can والماضي منها could، عندك may
والماضي منها مارت. وكمان عندك شال، الماضي منها شود. وعندك ماست. المودل فيرب دي يا ولاد لما بلاقيها عندي في الميزن فورا بختار الفيرب في الانفينيتيف. متفقين؟ متفقين. طيب تعالى نشوف كاتب لك ايه تاني حول الافعال اللي تيجي لنا في الماضي. عندك هنا عندك الفيرب زائد الاوبجكت زائد الانفينيتيف ويز تو. After the following verbs, can you put an object between the verb and the infinitive? Like ask, choose, expect, help, like, prefer, promise, want. كل الكلمات دي. بص كده الجملة they want to learn. بص كده ركز معايا، السر كله في حركة الجر تو. يعني كل الكلمات دي او كل الافعال دي اذا تبعت بتو ياتي بعدها ايه؟ المصدر. تمام؟ احنا كده متفقين. طيب هل ممكن نحط ما بين الوانت اللي هو الفيرب بتاعي و تو الفاعل او المفعول؟ they want you to learn. طبعا ما بتغيرش من الجملة سواء انت حطيت الاوبجكت بتاعتك او شلتها، يعني يو دي هنا دي الاوبجكت. زي طبعا احنا عارفين زي دي سبجكت الفاعل، want you to learn هم يريدوك ان تتعلم معتمدا على نفسك. تعال بص على الجملة اللي قبلها، they want to learn independently، نفس المعنى بس تحت حط لك المفعول الاوبجكت بين الفيرب بتاعتك. تمام؟ وتو والمصدر. تمام يا ولاد؟ تمام يا تيتشر. عندك كلمات تانية؟ ايوه. begin continue decide forget hope learn remember start try agree. يا ريت كده تحفظ الكلمات دي وتزودوا عليها الافعال الناقصه. كل هذه الفيربات، كل هذه الافعال اذا تبعت بحرف الجر تو بتكون معاها الانفينيتيف. learn to study, began to play, decided to write. طيب لو جات لك الكلمات دي هي هي، بص لي كده اللي هي عندك begin, continue, forget, like, refer, hope، هي هي ولكن without to، من غير حرف الجر بتاعي to، هل هيبقى بعدها يا اولاد المصدر ever ever never؟ لو جه بعدها verb وقتها بيبقى plus ing. لما اجي اقول بقى في الحالة دي I like read ولا غلط؟ I like reading. عرفت القوة فين؟ الباور بتاعتي فين؟ في تو، في تو. تمام؟ حرف الجر موجود في انفينيتيف، مفيش حرف الجر تو يبقى بلس اي ان جي، لان احنا خدنا قبل كده ان حتى قلت لكم العام الماضي نحفظها زي ما هي. كلمة بريفير لايك لاف هيلب، كل الافعال اللي عندك دي قلت لك ما يجي الفيرب وبعده فيرب مباشر يكون بلس اي ان جي، لانه وقتها ما بقاش فيرب، لا بنتعامل معاه از ناون. يعني لما اقول لك I like reading معناها انا احب القراءة، reading هنا بمعنى القراءة. I prefer swimming السباحة. تمام؟ تمام يا اولاد؟ يبقى انا عندي
هنعيد تاني، عندي حالتين. الحالة الأولى الفيرب بلس 2 بلس الانفينيتيف، تمام؟ ونقود نحفظ مع بعض هذه الأفعال: أجري، بيجين، كونتينو، ديسايدد، ديسايد، فورجيت، هوب، ليرن، ريمبر، ستارت، راي. وعندي الحالة الثانية لما يكون عندي الفيرب بعدين الأوبجكت المفعول وبعدين التو حرف جر تو والانفينيتيف. ما تغيرش كتير، هو كل الموضوع اللي احنا حطينا ضفنا المفعول ما بين الفيرب الاساسي وحرف الجر ليس اكثر. واديلك ايه افعال زي ask, choose, expect, help, like, prepare, promise, want وهكذا. اظن كده وضحت معانا. هي قاعدة سهلة وبسيطة ما فيهاش اي تعقيد يا اولاد. طبعا انت بتجاوب تطبيق على القاعدة بتاعتك: complete the sentence, use two plus infinitive وهنا وزود طبعا to حرف الجر. Look at the photo opposite، بص على الصورة اللي قدام منك. The learners want to، عندي هنا حرف الجر، ها want to study في الانفينيتيف. اوكي، the teacher wants to help us، help us او teach us. What are your plans for the weekend؟ هنا قالك I want وما حطش to، يبقى هاخد الفيرب بلس ing. هنا I want playing، لو هتحط انت حرف الجر to يبقى هتشتغل فين؟ في الانفينيتيف. اوكي، يبقى يا اما تقول I want playing او I want to play. I hope to shop او I hope shopping. تمام يا بطل؟ تمام. وكمان التمرين اللي بعد كده على نفس المنوال يا ولاد تطبيقا للقاعده. طيب ندخل على الليسون نمبر 8 اند نمبر 9 اللي هو opinions on learning. opinion on learning، آراء حول التعلم، تمام؟ آراء حول التعلم. طبعا الوحدة كلها اليونت كلها تتكلم عن education، تعليم، and how you can learn، ازاي تتعلم، سواء the best way، الطريقة المفضلة ليك في التعلم، هل من واي طريقة او اي نوع درسنا قبل كده، هل عن طريق السمع، هل عن طريق البصر، هل عن طريق اللمس. الجلد كلها تتكلم عن التعليم واساليب التعليم وافضل طريقة عندك للتعلم. النهاردة هنقرأ عن أو هنناقش، we will discuss about the learning، هل أنت من يفضلون التعلم معتمدا على شخصك؟ طبعا إذا اعتمدت على نفسك يبقى أنت هتعتمد بالأكثر على online education اللي هو التعلم أونلاين. لكن إذا أنت من محبي الدراسة اللي هي live اللي هي تبقى مباشرة مع التيتشر، بيكون معاك في الفصل وبيكون التعلم لايف زي ما بقول التحدث، ومن هواة انك تبقى تستمع او تتواصل مع التيتشر، هنشوف انت اي نوع من انواع هذه الطلبة او هؤلاء الطلاب. تعالوا نشوف مع بعض. read the argument Fahd makes، what is his opinion، is it a good idea to study independently، هل هي فكرة جيدة إنك تدرس معتمدا على نفسك، تمام؟ هنا كلمة independently معناها معتمدا على نفسك. This is question students and teachers often discuss، هذا السؤال دائما دائما بيكون محور نقاش ما بين الطلبة والمعلمين. Some people think that it's excellent
إنه الأفضل، ممتاز. Because all learners are different and need to learn in their own way at their own pace. في ناس شايفين الموضوع ده كويس جدا، لأن كل المتعلمين بيكونوا مختلفين، وكل شخص ليه طريقة مختلفة في التعلم، أو ليه طريقة معينة إن هو أو أسلوب معين إن هو بيتعلم فيه. However، ومع ذلك other people say that it's good to work with and learn from other students in class. البعض الآخر بيفضل بتكون الدراسة في الصف ويكون مع طبعا مدرسين وطلاب. Clearly, there are arguments on both sides. However, in my opinion, it's possible to do both. So sometimes we can study in class, but at other time we can study independently online. يعني في ناس حابة الدراسة independently، وفي ناس مش حابة موضوع الدراسة اللي هي معتمدة على الأونلاين. في ناس شايفة إن هو الاتنين مع بعض يكون من الأفضل، يعني بعض الوقت بيكون الدراسة داخل الصف، والبعض الآخر بيكون معتمدين على أنفسنا في الأونلاين education. Work with a partner. Ask and answer the questions. طبعا في عمل مع زميلك في الصف، ابدأ اسأل جاوب. What are the main differences between your school and the Khan Academy؟ هنا مقارنة ممكن تعمل موضوع صغير أو تعليق صغير أو مقارنة بسيطة ما بين المدرسة اللي أنت تتعلم فيها ومدرسة خان الأكاديمية. طبعا بتحس المقارنة، طبعا أنت في مدرسة لايف بتتعامل بتحتك معلمين معك مدرسين، اما اكاديمي تكون اونلاين ما فيش مدرسين طبعا ما فيش معلمين، تعتمد على نفسك، بيكون عباره عن فيديوهات، بتبدا تعمل مقارنه من خلال الدرس السابق وما بين المدرسه، مقارنه ما بينها وبين المدرسه بتاعتك. Are online school good idea؟ وهل المدارس اللي هي تكون اونلاين هي الافتراضيه الصفوف الافتراضيه فكره كويسه؟ Discuss these statements. Online tutorials help you to learn. تمام. I think online tutorials help you to learn because you can choose what you want to learn. أعتقد إن الدراسة أونلاين بتكون بتساعدك إن أنت تتعلم، وكمان بتكون لك حرية الاختيار أنت عايز تتعلم إيه بالظبط. ده رأيي من الآراء. I think it's better to learn with a teacher. Because you can ask questions. أعتقد أنه من الأفضل أن أنت تدرس مع معلم داخل الصف، حتى لأنك تستطيع أن تسأله الأسئلة اللي أنت محتاجها. All learners like to learn independently at their own pace. كل الطلاب يفضلوا الدراسة طبعا الأونلاين. The best thing but about the Khan Academy is that it's free. وأفضل شيء في أكاديمية خان إنها مجانية. هنا طالب منك إنك تكتب باراجراف تبدأ تناقش فيه أنت رأيك إيه؟ هل أنت مع أو ضد الدراسة أونلاين؟ تقول أسبابك إذا أنت مع، وبرضو أسبابك إذا أنت ضد. تمام يا بطل؟ تمام. طيب نشوف اللي بعد كده يا ولاد. عندك friends across the world، طبعا lesson number 10 and lesson number 11. بس قبل ما ندخل في هذا الدرس، في برضو language tips صغيرة حابة أنوه عنها أو حابة أقولكوا عليها، اللي هي انا من تبقى من ضمن ادوات الربط. احنا خدنا قبل كده ان ادوات الربط يا اولاد اللي هي في عندك and
اللي هو يعتبر واو العطف، وعندك أخذنا قلنا and لما بتكون بنعدد الأشياء أو بنعدد الجمل، و و و من أدوات الربط. عندك في كمان النهارده so، وعندك however. so بمعنى لذلك، وهاويفر بمعنى مع ذلك. تمام. برضو من ادوات الربط اللي بنستخدمها في ربط الجمل، لما نيجي نكتب جمل مع بعض وعايزين نربطها، بس امتى احنا بنستخدم سو وامتى احنا بنستخدم هاويفر. سو يا اولاد بتكون النتيجه والسبب، يعني السبب والنتيجه. اوكي. السبب والنتيجه. لما انت تقول مثلا